الاحتجاجات تدخل يومها الثاني في منطقة صناون ببلدية درج التي دعا إليها حراك غضب الحليم. فهؤلاء المتظاهرون تنادوا للتعبير عن استيائهم من الوضع المتردي الذي وصلوا إليه. واحد ضرورة الإسراع في استكمال الطريق الدولي الرابط بين منطقة نالوت ومنطقة سيناون، ضرورة إنشاء مستشفى قروي متكامل، 3 صيانة شبكة المياه المتهالكة، 4 حفر أبار جديدة لمياه الشرب، 5 توفير سيارة إسعاف مجهزة وسيارات جثمان لبعد المنطقة عن المستشفيات، حيث أقرب مستشفى يبعد عن منطقة سيناون 120 كيلومتر. في تطور آخر، ألقى الحراك بياناً شديداً اللهجة طالب فيه المحتجون بالحصول على حقوقهم المشروعة حتى لا يضطروا إلى تصعيد الأمر. نعلن نحن كشباب حراك غضب الحليم آسفين للشعب الليبي إن لم تتحقق مطالب الأهالي في هذه الأيام القليلة، سنضطر بعد ذلك لتصعيد هذا الحراك. منطقة سيناون لم تحصل على أي اهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة، إذ لا تتوافر فيها الأدوية ولا أي مستوصف يقدم خدمات علاجية، كما تعاني نقص السيولة النقدية وغلاء المعيشة وانعدام الخدمات العامة وانقطاع المياه لأيام، أمر جعل السكان يقومون بشراء المياه من الشركات الخاصة.